مساكم. يسعد مساكم. نحن فخورين جدا بوجودنا هون بالمؤسسة الثانوية، وتحديدا فخورين موجودين بمدينة السرت. في مدينة ما نحكي شوي تاريخ عن الرقصة رح أسوي. اسم الرقصة رح أسويها زيبك، وهي رقصة عسكرية تركية. الزيبك هو شخص عسكري بيعمل حركات معينة، بهذه الحركات معاني. لباسهم زي ما احنا شايفين بهذه الطريقة، والرقص مشابه لهذا الرقص. جنود الزيبك هن جنود موجودين من سنة 1654، موجودين في جبال الأناضول. هن الجنود الرسميين للجيش العثماني، وهن اللي حاربوا ضمن الجيوش العثمانية أثناء الفتوحات، ومن هالحكي. عادة الفيالق قتل الجيوش الزيبك تكون صغيرة، من 6 أشخاص إلى 12 شخص، وكل شخص يساوي 100 شخص، قد ما هن كانوا شرسين وقد ما هن كانوا متعطشين للقتال. خلنا شيء. في السلط، هاي السلط بسنة 1914 على مقبرة من جبل القلعة في السلط، كان في فيلق رقم 46 اللي حارب الإنجليز أثناء الحرب العالمية الأولى. ونشر السلايد هاي موجودين هون سنة 1916 برضه كمان، ونشر كمان سلايد في السلط. وعلى جبل القلعة في السلط اللي هي هاي صورتها برضه، خلينا نمشي صورة ثانية. على جبل القلعة في السلط دارت معركة بين الفيلق رقم 46 من الجيش العثماني، لأن الزيبك جيوش الزيبك وكان عددهم 96 شخص أثناء الحرب العالمية الأولى، لحد ما وجدوهم بالسلط في مغارة. شوي المغارة هاي الموجودة حاليا في السلط في جبل القلعة، وأكيد كلكم عارفينها. برضو خلنا نشوف شوي بالصورة. صار في حرب سنة 1916، حاربوا الجيش هذا حارب أو جنود زيبك حاربوا الجيش الإنجليزي، واستشهدوا جميعهم 96 شخص استشهدوا. ووجدوا رسائل، وجدوا جثث وملابس الشهداء في المغارة اللي شفناها بالصورة الأولى. وفي صرح حاليا موجود في جبل القلعة في الصد، وهو على مقربة من هون 10 دقائق بالسيارة إذا مش أقل. خلنا نمشي شوي برضو، خلنا نمشي. وهو الآن الصرح بزوره الرؤساء الدولة التركية رجب طيب أردوغان وما إلى ذلك. وفي مزار، يعني مزار سنوي بصير، وفي احتفال بصير سنوي في السلط لهدول الشهداء الاتراك اللي حموا ارض الوطن. خلينا نحكي شوي اكثر عن الشخص الزيبكي او الزيبك. زي ما حكينا هو شخص اناضولي موجود. الاناضول هن لهم شكل كشكل اهالي منشوريا. اهالي منشوريا هن اهالي منطقه اذربيجان، مع اذربيجان وكازاخستان وهالشله هذولا. كل رقصه كل حركه لها معنى معين. كل رقصة كل حركة لها معنى معين. فأنا رح أقدم هاي الرقصة اليوم مع رؤساء الدول. يعني هاي الرقصة قليل جدا اللي بيمارسوا هاي الرقص، هذا اللي هو موجود سنة 1654. أحد هذا الأشخاص اللي هو مصطفى كمال أتاتورك، هو كان موجود لهذه الرقصة. كمان مشي صورتين بسرعة. فنحن نقدم هاي الرقصة اليوم، وصراحة أنا رح أقدمها بمناسبة مرور 96 عام على استشهاد الشهداء الأتراك. رح أقدم هاي الرقصة اليوم يعني إهداء للشهداء الأتراك اللي حموا أرض السلط وحموا أرض الوطن وضد الاحتلال الإنجليزي سنة 1916.